ميسا، نعم. انا في حاجه كده اتبعتت لي امبارح، وللاسف عرفت انها اتبعتت للمدرسين كلهم. المدرسين كلهم؟ انا فعلا بعت ايميل امبارح لكل المدرسين. ميل هو ده اسمه ايميل بس. تمام. يعني دير تيتشر، مدرسين عزاز. لا ما هي مشكله مش هنا خالص، المشكله في اللي جاي بقى. I will cut your bread if late again. هقطع عيشكوا لو تاخرتوا تاني. People ate my face and we are wearing in the wall. الناس بتاكل وشي واحنا بنلبس في الحيطة. ايه؟ We have children our necks may god damage your house. عندنا عيال في رقابينا، الله يخرب بيوتكم. في thank you في الاخر صح؟ هو في thank you في الاخر بس يعني ايه؟ يعني شكرا. لا هو مش يعني ايه thank you، هو يعني ايه كل المكتوب ده؟ ايه ده في ايه؟ ايه اللي مش مفهوم يعني؟ انت انجليزي بتاعك على قدك ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. كلنا مرينا بالمواقف دي، وكلنا عدت علينا حاجات وكنا بنترجمها ترجمة حرفية وبنكتشف في الآخر إنها غلط. إيه الصح بتاعها وإيه هي الحاجة دي واسمها إيه؟ استنوني كده راجعلكوا على طول، هنتعرف عليها. متروحوش بعيد، راجعلكوا على طول. Hi everybody, how are you؟ يا رب تكونوا بخير. ايه المشكلة اللي عدت عليا دي وايه فكرة الترجمة الحرفية؟ الترجمة الحرفية ممكن بتعمل لي مشاكل، لان في بعض المصطلحات اللي بتتقال باللغة الانجليزية وبيكون ليها معاني تانية خالص. الجمل دي بيتقال عليها idioms. زي ايه؟ زي حاجة كده قريبة من الامثال الشعبية او الحكم اللي بتتقال علينا عندنا برضو باللغة العربية. تعالوا نتعرف عليها، وان شاء الله هتتابعوني الفترة الجاية، هنعمل زي سلسلة حلقات عن الايديومز علشان نتعرف عليها. اول ايديوم معايا هو break a leg. break a leg يعني ايه break a leg؟ طبعا اول لما هنبتدي نترجمها هنقول اكسر رجل، لكن هي مش كده خالص. كلمة break a leg او المصطلح ده بيتقال لما بكون بتمنى لك حظ سعيد، بالظبط كده كأني بقول لك good luck. break a leg بتساوي بالظبط good luck. break a leg. break a leg. break a leg. guys, good luck. thanks, Penny. break a leg. Yeah, break a leg. تاني ايدي معايا هو cut it out. cut it out. cut it out. بقولها امتى؟ بقولها لما بكون عايز اقول لك بقى بطل بقى، كفايه يعني. كفايه تعمل الحاجه دي او كفايه تقول الحاجات دي. تمام؟ cut it out. حد بيضايقني وحد بيتكلم في حاجة أو في موضوع وأنا عايزه يسكت ويبطل، فهقوله cut it out. cut it out. cut it out. don't tell me you love me, tell me you love me, cut it out. don't tell me you need me, tell me you need me, cut it out. تالت إيدي معايا هو a piece of cake. a piece of cake. يعني ايه piece of cake؟ معناها طبعا قطعة كيكة او قطعة تورتة، لكن في الحقيقة هي كإيديوم مش كده خالص. كإيديوم هي معناها الحاجة دي سهل جدا، زي ما بنقول بالعربي كده سهل مية يعني. a piece of cake. a piece of cake. يعني لو قلت لك how's your test؟ how's your test؟ it was a piece of cake. a piece of cake. يبقى a piece of cake معناها سهل جدا او سهل مية زي ما احنا بنقول. Learning English is a piece of cake. كمان الايديوم اللي جاي هو when pigs fly. when pigs fly. when pigs fly معناها عندما تطير الخنازير، لما الخنازير تطير. طبعا دي ترجمة حرفية للكلام، لكن هي مش معناها كده. دي معناها بالعربي كده زي ما بنقول في المشمش، اللي هو عندهم وادهم يعني زي ما احنا عارفين. والكلمة دي او المصطلح ده انا بقوله في حالتين. بقوله لما انا بكون فاقد الامل في حاجة، سواء ان هي تحصل لي او انها تحصل اصلا، فبقول when pigs fly. او كمان لما اكون عايز اخلع من وعد او من حاجة ممكن حد يعملها لي ويقول لي هتعمل حاجة دي امتى، فهقوله when pigs fly. when pigs fly يعني مثلا حد يقول لي كده هنفرح بيكي امتى، فهقول له when pigs fly. when pigs fly. you know Smithers, I think I'll donate $1 million to the local orphanage. when pigs fly. اما اخر ايديوم معايا النهارده هو add a drop of a hat.
at the drop of a hat يعني معناها او بتتقال لما بكون هعمل الحاجة دي او الحاجة دي هتتعمل بسرعة او فورا او زي ما بيقولوا كده في لمح البصر او بلغة الشباب الجديدة كده لما بيقولوا حاجة كده على السخان يعني بسرعة جدا جدا فبقول at the drop of a hat at the drop of a hat بتقولها لما بتكون الحاجة دي بتتعمل بمجرد ما بتتقال او زي ما بيقولوا كده في لمح البصر at the drop of a hat at the drop of a hat the drop of a hat she would do it the drop of a hat I'm not saying you say I love you at the drop of a hat وبكده نكون خلصنا اول فيديو هنعمله عن الايديومز واستنوني في الفيديوز اللي جاي عشان نكمل باقي الايديومز هستنيكم تكتبوا لي كده في الكومنتس اذا كنتوا استفدتوا النهارده واذا كنتوا تعرفوا ايديومز ثانيه او حاجات عايزين تعرفوها يا رب تكونوا استفدتوا ثانك يو جود باي